بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 217. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكل من اتبعه واهتدى بهديه. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن أحكام القضاء، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن ثلاث مسائل: كتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الشهادة، والرجوع عن الشهادة. أما كتاب القاضي إلى القاضي فإنه قد تدعو الحاجة إليه، فإن من له حق في غير بلده لا يمكنه إثباته والطلب به إلا عن طريق إثباته عند قاضي ذلك البلد، والكتابة بذلك إلى قاضي بلد آخر لاستكمال بقية الإجراءات الحكمية، إذ يتعذر السفر بالشهود، وربما كانوا معروفين في بلد دون بلد، فيتعذر إثبات الحق بدون كتاب القاضي إلى قاضي آخر. وقد أجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي إلى القاضي لإثبات الحقوق وتنفيذها. وقد كتب سليمان عليه السلام إلى بلقيس، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وإلى قيصر وإلى كسرى يدعوهم إلى الإسلام، وكاتب صلى الله عليه وسلم عماله وسعاته، فدل ذلك على مشروعية العمل به. ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي، ولا يقبل في حدود الله كحد الزنا وشرب الخمر، لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات. وكتاب القاضي إلى القاضي على نوعين: النوع الأول يكون فيما حكم به القاضي الكاتب لينفذه القاضي المكتوب إليه، وهذا يقبل ولو كان كل من الكاتب والمكتوب إليه في بلد واحد، لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال، وإلا تعطلت الأحكام وكثرت الخصومات. والنوع الثاني أن يكتب القاضي فيما ثبت عنده إلى قاض آخر ليحكم به، ويشترط لقبول هذا النوع أن يكون بين الكاتب والمكتوب إليه مسافة قصر فأكثر، لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه فلم يجز مع القرب. وصورة الثبوت أن يقول ثبت عندي أن لفلان على فلان كذا وكذا، والثبوت ليس بحكم بل هو خبر بالثبوت. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ويجوز نقله إلى مسافة قصر فأكثر، ولو كان الذي ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به، لأن الذي ثبت عنده ذلك الشيء يخبر بثبوت ذلك عنده، وللحاكم الذي اتصل به ذلك الثبوت الحكم به إذا كان يرى صحته. ويجوز أن يكون القاضي المكتوب إليه غير معين، كان يقول إلى كل من يصل إليه كتابي من قضاة المسلمين من غير تعيين، ويلزم من وصل إليه قبوله، لأنه كتاب حاكم من محل ولايته، وصل إلى حاكم فلزم قبوله كما لو كتب إلى معين. ويشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدي عدل يضبطان معناه وما يتعلق به من أحكام. والقول الآخر: يجوز العمل بكتاب القاضي إلى القاضي إذا عرف خطه وإن لم يشهد عليه، وهو رواية عن الإمام أحمد. قلت: وفي وقتنا هذا يمكن أن يكتفى بختم المحكمة الرسمي عن الإشهاد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أجمع الصحابة على العمل بالكتاب، وكذا الخلفاء بعدهم، وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب، فإن لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة. وقال أيضا: ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم لبعض، ولا يشهدون حاملها على ما فيها ولا يقرؤونه عليه، هذا عمل الناس من زمن نبيهم إلى الآن. قال: والقصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف وتوقن كان كنسبة اللفظ إليه، وقد جعل الله في خط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره، كتميز صورته عن صورة غيره. والناس يشهدون شهادة لا يستريبون فيها على أن هذا
هو خط فلان. وقال الشيخ تقي الدين: ومن عرف خطه بإقراره أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل به انتهى. وأما الشهادة على الشهادة فهي أن يقول شخص لشخص آخر: اشهد على شهادتي بكذا، أو اشهد أني أشهد بكذا، ونحو ذلك. ففيها معنى النيابة. ويسمى الشاهد الأصلي شاهد الأصل، والنائب يسمى شاهد الفرع. قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال. وسئل الإمام أحمد عن الشهادة على الشهادة فقال: هي جائزة، ولأن الحاجة داعية إليها، لأنها لو لم تقبل لتعطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر إثباته عند الحاكم أو ماتت شهوده، وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة، فوجب قبولها كشهادة الأصل. لكن يشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط: أولا أن يأذن شاهد الأصل لشاهد الفرع، لأنها في معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه. ثانيا أن يكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى كما سبق. ثالثا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف سلطان أو غيره. رابعا أن يستمر عذر شاهد الأصل إلى الحكم بشهادة الفرع. خامسا دوام عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع إلى صدور الحكم. سادسا أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل الذي تحمل عنه الشهادة. وأما الرجوع عن الشهادة فإنه إذا رجع شهود المال بعد الحكم به فإنه لا ينقض، لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له، وهما متهمان في رجوعهما بإرادة نقض الحكم، فينفذ الحكم ويلزمهما الضمان بأن يضمنوا المال الذي شهدوا به، لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه. وإن حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله، لأنه حجة للدعوى، واليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه، وإنما هو شرط الحكم. وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم لغت شهادتهم، ولا حكم ولا ضمان. والله تعالى أعلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.